منين في الشرقية؟ ماشي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك منين في الشرقية يا حاج متولي؟ يا أستاذ أنا مصطلحات جديدة. أهلا بيك، وطي التلفزيون. حاضر. حاضر. أيوه يا باشا. اتفضل اتكلم، اتفضل. أستاذ سامر. اتفضل أنا سامعك، اتفضل قول لي المشكلة بتاعتك إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني راجل عندي 25 بهيمة وعاوز أحصنهم وأنا قاعد في مصطلحات جديدة في الجبل. أيوه. عاوز بتقول عاوز ايه؟ طيب ولو سمحت طلب تاني يا استاذ سامي. عاوز تحصينات يا حاج متولي. نعم. عاوز تحصينات بتقول ها؟ اي انت نعم في يا باشا. يا حاج متولي حضرتك بتقول عاوز تحصينات لل 25 قطعة ماشية دول. انت فين في الصلاحية الجديدة؟ حضرتك فين في في الصلاحية الجديدة طرقة الكسر. طرقة الكسارة الفرع الثاني قرية بدر. في قرية بدر ها؟ ممكن بس الزملاء في الإعداد ياخدوا رقم الحاج متولي وإحنا هنكلم وكيل وزارة أو مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية دكتور أشرف بحيث إن إحنا نوصله بيه ونشوف القوافل البيطرية أخبارها إيه.